احتجاجا على توسع محتمل للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، احتشد فلسطينيون وتجولوا في مجموعات وسط أطلال بيوت كان يعيش فيها أجدادهم بقرية لفتة المهجورة، وأخذوا يرددون أغنيات تراثية ويعدون طعاما تقليديا فلسطينيا. يعني أهلي أبوي وأهلي كانوا يحكونا عن كيف كانوا عايشين، كيف كانوا يشتغلوا بالزراعة وبالفلاحة. كانت لفتة منطقة زراعية فيها الفواكه والحبوب، وكانت خاصة منطقة الجناين جنب العين. يعني كانوا يحكولنا كيف كانوا لقطوا ثمار العنب، التين، الفواكه، الصبر في منطقة الجناين اللي هي قريبة من منطقة العين اللي هو النبع الطبيعي لقرية لفتة. وترى أطلال بيوت قرية لفتة التي تقع عند سفح تل قريب على مشارف القدس من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وكانت تلك البيوت خاصة بالفلسطينيين الذين غادروها أو أجبروا على الفرار منها في حرب عام 1948 مع نهاية الانتداب البريطاني وقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي. كشعب فلسطيني بنكبتنا إحنا لازم نحكي قصتنا لأهلينا ولأولادنا ولأجيالهم القادمة، على أساس إنه ما ينسوا هاي الأرض اللي بدعوا عندها الإسرائيليين إنها أرض تنتسى بعد طبعاً الجيل الأول. وكانت قرية لفتة من بين أول 38 قرية بمنطقة القدس يتم إخلاء سكانها قصراً عام 48، ويعود تاريخها إلى العصر الكنعاني. وتقدر مساحة القرية بنحو 8743 ضلما، احتل جزء منها عام 48، بينما احتلت إسرائيل باقي القرية في حرب عام 1967. وفي عام 2017 أعلن الاحتلال الإسرائيلي قرية لفتة محمية طبيعية، وفي 9 من أيار هذا العام أعلن الاحتلال الإسرائيلي اعتزامه تنظيم مزاد مفتوح للشركات الخاصة في شهر تموز لتقديم عطاءات لبناء مستوطنة جديدة في لفتة.